Le début d'année 2003 n'était guère aussi tendre pour les investisseurs. بداية سنة 2023 لم تكن معطاءة مع المستثمرين، ولكننا شهدنا خلال الأسابيع القليلة الماضية تجدد الاهتمام بسوق الأسهم. الذي يحقق حاليا نموا بنسبة زائد 3% من حيث الحجم. وهنا أذكر بأن بورصة الدار البيضاء أغلقت تداولاتها سنة 2022 على واقع انخفاض تاريخي، حيث فقد مؤشرها الرئيسي مازي ما يناهز 20% من قيمته، كما أشير إلى عودة تدريجية للمستثمرين المحليين والأجانب نظرا للتخفيف الذي لحق بعض عوامل الخطر. معدل التضخم واستقرار أسعار المواد الأولية والطاقة شهد منحا تنازليا، كما أن سوق السندات تواصل بالموازاة مع ذلك دفع السوق المالية في مجملها، وذلك عقب انخفاض الضغط المطبق على المعدلات والتي تراجعت بعد ارتفاعها في بداية السنة. كل هذه العوامل تعزز من تطلعات المستثمرين في سوق الأسهم، ما يدعو للتفاؤل بشأن التطورات خلال ما تبقى من السنة. إن التعقيدات التي تشوب السياق الاقتصادي والمقرونة بتوقعات النمو الضئيلة تدفع بالمستثمرين نحو قطاعات أكثر مرونة، أو على الأقل نحو تلك التي لا تعرف خطر التقلبات. وأبرز هنا أن نتائج القطاع البنكي برسم الفصل الأول أظهرت أداء جيدا مع ارتفاع الناتج البنكي الصافي لكافة البنوك داخل السوق، كما أشير في هذا الصدد إلى القطاعات الأخرى التي تعتبر مرنة وصامدة داخل السوق، مثل قطاعي النقل واللوجستيك اللذان حققا أيضا نتائج جيدة جدا.